جامعة دمياط نجحت في أنها تنشر بحث علمي هو الأول في العالم حول اكتشاف فطر جديد بيحمل اسم كريستاليكيوتس داميتانسس، وهو تسمى باسم الجامعة نسبة لمكان تسجيله واكتشافه وفقا للقواعد العلمية المنظمة. البحث ده نفذته الدكتورة هدى الغرباوي مدرس الميكروبيولوجي بقسم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم بالجامعة. ايه حكاية البحث ده؟ ده اللي هنعرفه من خلال هذا التقرير. إنجاز جديد ينضم إلى السجلات العالمية في مجال البحث العلمي والابتكار، حيث اكتشفت الدكتورة هدى الغرباوي مدرس بقسم الميكروبولوجي بكلية العلوم في جامعة دمياط فطراً جديداً يظهر للعالم لأول مرة، وتم تسميته بفطر جامعة دمياط توثيقاً لدور الجامعة في اكتشافه وتقديمه للعالم. تمكنت صاحبة البحث من اكتشاف فطر يعيش في بعض النباتات، وظهرت هذه الفطريات في مصر لأول مرة بينما لم يكن تم اكتشافها عالمياً بعد. وشهدت الدراسات والتجارب التي أجريت على اكتشاف فطر جامعة دمياط تعاوناً مشتركاً بين جامعة دمياط وباحثي الفطريات في بريطانيا والدنمارك، حتى تم التأكد من اكتشاف الفطر من قبل الأستاذة الجامعية المصرية هدى الغرباوي، والذي أطلق عليه اسم الجامعة توثيقاً لدورها في التوصل لاكتشاف هذا الأمر. دفع هذا الاكتشاف العالمي مجلة كيوان رانكد العالمية لنشر الدراسة الخاصة باكتشاف فطر الجامعة، والذي من المقرر نشره حول العالم لتدقيق البحث عن هذا الفطر خاصة في دول أوروبا، وتحديد إمكانية تحقيق الاستفادة منه وكيفية تجنب أضراره والآثار المترتبة عليه.